ينبغي على الحامل الاتصال بالطبيب على الفور إذا ظهرت لديها واحدة أو أكثر من الأعراض التي قد تشير إلى وجود خطر على حياة الجنين، ونذكر منها الآتي وهي ما يعرف بالأعراض التحذيرية لوفاة الجنين. أولاً، اعتقاد الأم أن طفلها قد توقف عن الحركة أو أنه يتحرك بشكل مختلف أو أقل من المعتاد. ثانياً، الشعور بألم قوي أو تشنج في البطن أو الظهر. ثالثاً، التعرض لضربة قوية خاصة إذا كانت تلك الضربة للبطن. رابعاً، حدوث نزيف شديد أو ظهور إفرازات مهبلية أكثر من المعتاد. خامساً، الشعور بالدوار أو حدوث تغيرات في الرؤية أو المعاناة من صداع شديد يدوم لفترة طويلة. خامساً، انتفاخ الوجه أو القدمين أو اليدين بشكل مفاجئ. سادساً، الإصابة بغثيان وقيء حاد يؤثر في القدرة على الأكل أو الشرب. وأخيراً، الإصابة بالحمى أو القشعريرة.